تتركز مشاعره في آلامه الشخصية. أما السيد المسيح فكان في هذا الأسبوع يركز مشاعره في غيره وليس في ذاته، يركز مشاعره في غيره، كان يهمه في المقدار الأول خلاص الناس بالصليب، ويهمه أيضا بناء الكنيسة وإيمان الاثني عشر أو تلاميذه ورسله الذين سينشرون هذا الإيمان في العالم أجمع، كان يهم دول خالص، لأنه أعد هؤلاء الرسل لكي يحملوا رسالة الإيمان، فلازم هم يكون إيمانهم قوي. كان يخشى عليهم أن يهتز إيمانهم جدا بعملية الصلب حينما يرون معلمهم العظيم معلقا بين السماء والأرض، ويبدو أن الشر قد انتصر واستطاع الأشرار إنهم يتخلصوا من المسيح. كان صعب الأمر ده جدا. عشان كده نلاقي إن السيد المسيح لكي يحافظ على إيمان التلاميذ عمل معجزات كبيرة قبلها، كلما يتذكرونها يقوى إيمانهم. معجزة منح البصر للمولود أعمى التي قال عنها هذا المولود نفسه: لم نسمع من قبل، لم نسمع أبدا إن شخص فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا الشخص من الله ما كانش قدر يعمل كده، وآمن بالمسيح وسجد ليه، كانت معجزة كبيرة. عشان كل ما يجوا يتعبوا ساعة الصلب يفتكروا دي. ثم أيضا معجزة إقامة لعازر من الموت بعد 4 أيام بعد أن قيل عنه قد أنتن. دي مسألة تقوي الإيمان جدا. معجزة لعن التينة التي بمجرد كلمة يبست، عمل لهم المعجزات دي اهتماما بهم لكي لا يضعف إيمانهم، وأيضا بالنسبة لباقي الشعب. ثم ايه تاني؟ يقول الكتاب في يوحنا 13: يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لكي ينتقل من هذا العالم، بعد العشاء ائتذر بمئزر وغسل أرجل التلاميذ. ليه؟ إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. غسل لهم أرجلهم لكي يمنحهم الطهارة، وقال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، وأيضا منحهم سر الإفخارستية المقدس لكي يعطيهم قوة كبيرة بالتناول ليحتملوا متاعب ذلك اليوم. لأن الكلام ده كان يوم الخميس بالليل وهو اتصلب يوم الجمعة الظهر، فيبقى ما مرش عليها 24 ساعة عشان يحتملوا قوة، ياخدوا قوة يحتملوا بيها.
وبعدين كان بيكلمهم باستمرار على الصليب علشان ما يتعبوش، وكان يقول لهم: قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وكان كل ما يتكلم على الصليب يتكلم عن القيامة بعدها لكي لا يشكوا وما يفتكروش ان ده آخر علاقتهم بيه وعلاقته بيهم. كان يقول لهم: ابن الإنسان هيقدم إلى الخطاة ويقتلوه ويصلبوه ويجلدوه ويموت، وفي اليوم الثالث يقوم. كل الكلام ده عشان يكون ثابت في ذهنهم، وبعدين لكي يعزيهم قال لهم كلام كويس. قال لهم ايه؟ انا ماض لاعد لكم مكانا، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. يعني ما تخافوش، انا ماضي علشانكم عشان اعد ليكم مكان. وقال لهم: لا اترككم يتامى، انا اتي اليكم. وبعدين قال لهم: لاني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لا، بعد قليل لا ترونني، ولكن بعد قليل ترونني فتفرحون، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. دي مجرد أيام قليلة احتملوها، زي المرأة تحزن إذا جاءت ساعة ولادتها، ولكن إذا ولدت تفرح لأن جالها ابن يعيش في العالم. حزنكم سيتحول إلى فرح. وأيضا من أجلهم صلى صلاة طويلة إلى الآب، وصلى من أجلهم وقال له، قال له: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. وصلى من أجل وحدتهم أيضا، وقال: أريد أن يكونوا واحدا كما إننا نحن واحد. ومن أجل محبته ليهم سهر معهم سهرة وداعية طويلة. ذكرت في إنجيل يوحنا في إصحاح 13 و14 و15 و16 سهرة طويلة كلها كلام معاهم، لم ترد في الأناجيل الأخرى. وقال لهم: ما تزعلوش، لأن لو ما كنتش أنا أمضي لا يأتيكم المعزي، لا يأتيكم الروح القدس، لكن أنا إن مضيت أرسله إليكم. وهذا يمكث معكم إلى الأبد ويكون فيكم ويذكركم بكل ما قلته لكم. وحدثهم عن الروح القدس طويلا، ولم يخفي عنهم شيئا،
يعني في نفس الوقت اللي كان بيعزيهم وبيقويهم لم يخفي عليهم حقيقة الأمور، لم يخفي عنهم أنه ماضي وعزاهم بأنه سيأتي، لم يخفي عنهم أنه سيقتل وعزاهم بأنه يقوم الأموات ويراهم فتفرح قلوبهم، كذلك لم يخفي عنهم أنهم سيضطهدون. قال لهم في يوحنا 16: تأتي ساعة وقد أتت الآن يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة للآب. وقال لهم أيضا: لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. إن كانوا عملوا كده بالعود الرطب بالغصن الرطب فكيف يكون باليابس؟ لكن ما تتضايقوش، في العالم يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هي كانت جلسات مؤثرة بين السيد المسيح وبين تلاميذه، يعزيهم ويقويهم، يقول لهم أنا معكم زمانا قليلا بعد. بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني. النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. أنا بربيكم وقويكم عشان تقدروا تمشوا على رجليكم، وانتوا صغيرين كنت بشيلكم على كتفي، لكن دلوقتي هتمشي على رجليكم، ما تخافوش. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كفاية كلمته: لا أترككم يتامى، أنا آتي إليكم. وبعدين قال لهم حاجة تاني، قال لهم: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون إني أنطلق إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. لو كنتوا تحبوني صحيح كنت تفرحوا إن أنا أترك هذه الحالة التي أخليت فيها ذاتي وأخذت شكل العبد وصرت في الهيئة كإنسان، أترك الحالة دي وأرجع إلى الآب، أرجع إلى مجدي الذي كان لي قبل كون العالم. لو كنتم تفرحون كنت تنبسطوا من كده، لأن الحالة اللي فيها مجد أبي هي أعظم من حالة الإخلاء اللي أنا فيه. كانت جلسة روحية جميلة مع تلاميذه، فيها التعزية وفيها التقوية وفيها الصراحة. وأيضا في هذا الأسبوع الأخير عمل من أجلهم أشياء أخرى، خلصهم من القيادات الدينية القديمة لكي يفسح المجال لهم لكي يصيروا هم القادة الروحانيين للعهد الجديد.
في هذا الأسبوع الأخير نرى أن السيد المسيح الذي لم يكن يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخن لا يطفئ. نرى المسيح هذا بكل قوة يقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، أيها القادة العميان الذين تغلقون أبواب ملكوت السماوات فلا أنتم دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. ليه بيقول كده؟ لكي يزيل هؤلاء القادة من أمامهم، وأيضا لكي يزيل الكهنوت الهاروني. وبخ الكهنة وقال لهم: ملكوت السماوات يؤخذ منكم ويعطى لأمة تعطي ثماره. وبخ أيضا الصدوقيين والناموسيين وأبكمهم فما عادوا يسألونه بعد. الحاجات دي تلاقوها في متى 21 و22 وتوبيخ الكتبة والفريسيين في متى 23، الإصحاحات دي. وأيضا لكي يزيل هيبة الهيكل القديم من أمامهم دخل في يوم أحد الشعانين وطهر الهيكل من الباعة الذين فيه، وقال لهم: بيت أبي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. بدأ يمهد الطريق أمامهم. هو عارف أنهم مش هيقدروا على هؤلاء القادة لوحدهم، فلا بد أن السيد المسيح يزيل هذا القديم من أمامهم لكي يدخلوا على جو مريح، كما قال من قبل: آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. بل حتى أورشليم في هذا الأسبوع بكى على أورشليم وقال لها: يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. معناه إيه الكلام ده؟ معناه بيمهد الجو إلى كنيسة العهد الجديد التي تمتد في كل أرجاء العالم ولا تقتصر على أورشليم ولا على ذلك البيت الذي يصير خرابا. كان بيمهد الجو، كان بيمهد الجو لكل حاجة أمامهم. وكانت عاطفته بهم قوية، وكان أيضا يعرف ضعفهم، يعرف ضعفهم في وقت القبض عليه وفي وقت الصلب وبعد الدفن. عارف هذه الطبيعة الضعيفة، ولم ينكر هذا عليهم. قال لهم: أنا عارف كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، حاول بطرس يتخلص، قال له: لا يا حبيبي، أنت بالذات أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. أنت قبل ما هيصيح الديك مرتين
هتنكرني 3 مرات. ما تخافوش، انا عارف الضعف ده هيحصل ومش هتخلى عنكم من اجل هذا الضعف، بل حتى قبل القبض عليه وقبل الصليب وهو في بستان جثيماني حينما ناموا ولم يقدروا أن يسهروا معه ساعة واحدة، قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ معلش، الروح نشيط ولكن الجسد ضعيف، ناموا الآن واستريحوا. كان عجيب أوي السيد المسيح في محبته هذه. البشرية للأسف لها هذا الضعف ولكن لا تعترف بضعفه. يعني المسيح عارف ان احنا ضعفاء، ولكن للأسف نحن لا نعترف بضعفنا. السيد المسيح في أسبوع الآلام يعني كان حزينا على هذه البشرية كلها، ليس فقط على ضعف التلاميذ، ولكن ده الأسلوب الذي تعوده منهم، الأسلوب الذي تعوده منهم. إزاي؟ منذ أن كون له شعبا يعيش معه وتبرد هذا الشعب عليه لدرجة أن ربنا أشهد السماوات والأرض عليهم وقال: اسمعي أيتها السماوات، انصتي أيتها السماوات، واقشعري جدا من هذا أيتها الأرض، ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. قال: أنا عملت لنفسي كرما وسيكت حوله ووضبت له كل حاجة، أي شيء يعمل لكرمي وأنا لم أعمله، وانتظرت أن ينتج عنبا جيدا فأنتج عنبا رديا. قال: مددت يدي طول النهار إلى شعب معاند ومقاوم. الثور يعرف قانيه والحمار يعرف معلف صاحبه، أما شعبي فلا يفهم. قال: إن هذا الشعب يعبدني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. قال الكتاب: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. قال: النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. قال: إنهم أحبوا الظلمة أكثر من النور، وأن رفضوني أنا الحبيب مثل الميت المرذول. هذا الشعب الخائن الذي قال إنه يريد المسيح ليخلصه من حكم الرومان، بدأوا يتهمون المسيح بأنه ضد قيصر، ولما بيلاطس يقول لهم: هذا ملككم، يقولوا: ليس لنا ملك إلا قيصر. حاجة تكسف، ليس لنا ملك إلا قيصر. هذه القيادة التي هيجت الشعب على المسيح، والذين نسوا
كل ما فعله فيهم من خير، نسوا كل الخير وصاحوا اصلبه اصلبه، وفضلوا باراباس اللص عليه. ابهتي ايتها السماوات واقشعري من هذا جدا ايته الارض. لم يحبوه كما احبهم وكما ينبغي ان يحبوه. لم يكن يهوذا هو الخائن الوحيد، لم يكن يهوذا هو الخائن الوحيد، انما كانوا كلهم خونة، كلهم كانوا يهوذا. يهوذا كان مجرد رمز، يهوذا باع المسيح بثلاثين من الفضة، وهناك من باعوه بلا ثمن، باعوه بلا ثمن ولم يأخذوا أجر على بيعه. واحتمل السيد المسيح كل هذا في هذا الأسبوع الأخير. والعجيب في محبته التي لا توصف، إن أول عبارة على الصليب قالها: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. اغفر ليهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. المسيح في هذا الأسبوع جرح في بيت أحبائه، ولم يجرح من شخص واحد، إنما جرح من كثيرين. تلاميذه ما قدروش يسهروا معاه ساعة واحدة في البستان، ولما قبض عليه هرب الجميع، واتنين مشوا في السكة. بطرس أنكروا في منتصف الطريق، والوحيد الذي كان معه إلى جوار الصليب هو يوحنا الحبيب، واحد من الاثناشر، هو اللي وقف معه إلى جوار الصليب، ومعه النسوة القديسات، النسوة القديسات مريم العذراء ومريم المجدلية ومريم زوجة كلوبة. وكان النسوة أكثر عاطفة وأحر حبا وأعمق قلبا. لذلك السيد المسيح على الصليب لم ينسى هذين الاثنين، مريم العذراء ويوحنا الحبيب. وسلم مريم العذراء إلى يوحنا، وأعطى يوحنا بركة السيدة العذراء. والعجيب إن السيد المسيح على الصليب كانت كلماته في غالبيتها لأجل الآخرين. هم سبع كلمات: كلمة من أجل الشعب كله، قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، وكلمتين من أجل العذراء ويوحنا، وكلمة من أجل اللص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس. غالبية الكلمات كانت من أجل غيره. كان تفكيره كله في آلام الشعب المعرض للموت، وكان لابد أن يموت عن هذا الشعب. لذلك تحمل الاستهزاء من الناس، وتحمل التحدي: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. وتحمل السخرية، خلص كثيرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلصه، بل احتمل انتقاد
اللص الشمال واستهزاء به، وظل صامتا صامدا من أجل خلاص نفوسنا. يا ريت احنا في أسبوع الآلام نستفيد به روحيا. اتفضل صلي.